هل تعلم أن الصورة التي يطلق عليها المنجية هي صورة الملك؟ هل تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في السماوات السبع في رحلة الإسراء والمعراج الأنبياء آدم عليه السلام في السماء الأولى، عيسى ويحيى عليهما السلام في السماء الثانية، يوسف في السماء الثالثة، إدريس في السماء الرابعة، هارون في السماء الخامسة، موسى في السماء السادسة، إبراهيم عليه السلام في السماء السابعة عليهم السلام جميعا وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام؟ هل تعلم أن السورة التي تسمى عروس القرآن هي سورة الرحمن؟ هل تعلم أن الآيات العشر التي تعصم الإنسان من الدجال هي أول عشر آيات من سورة الكهف؟ هل تعلم أن أول من اتخذ الدفاتر للدولة هو سيدنا يوسف عليه السلام؟